ومع إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل أصبحت الإدارة الأمريكية في نظر الكثيرين منحازة وخارج إطار الوساطة، وظهر ذلك جليا خلال جلسة مجلس الأمن لعزلة القرار الأمريكي الذي لقي معارضة شديدة من مصر وممثلي دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وغيرهم من الدول الأعضاء في المجلس. خلال سنوات مضت قدمت الدول العربية والسلطة الفلسطينية مبادرات عدة للتوصل إلى التسوية النهائية على وقف حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية، لكن الوسيط الأمريكي كان دائما لا يحرك ساكنا ولا يقدم على القيام بأي خطوة من شأنها إعلاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، بل غضت الطرف عن تسارع وتيرة الاستيطان حتى بات الحل النهائي يسير نحو المستحيل. ولم تكتفي واشنطن بذلك، بل أصدرت قرارا يعرقل مساعي السلام في الشرق الأوسط ويزيد من الأزمة تعقيداً من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل على أنها رؤية الشعب الأمريكي. الرئيس ترامب اتخذ قراراً بألا يحرم الشعب الأمريكي من تحقيق رؤيته، وقام بما ينبغي على الرئيس أن يقوم به، أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأمام هذه الخطوة الجائرة، رفضت مصر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي كل النتائج المترتبة على الإعلان الأمريكي. فإننا نكرر أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير ولن يتغير إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات. أما بعثة فلسطين فقد اعتبرت إعلان واشنطن خدمة لسلطة الاحتلال بعد أن تخلت بنفسها عن دور الوسيط. الذين يدعون ونحن معهم في أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها الغير قانوني واللا مسؤول والاستفزازي والذي ليس له أي هدف غير إرضاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي كي تستمر في غيها وغطرستها. ولم تجد واشنطن من وراء قرارها سوى العزلة الدولية، حيث أيدت الدول الأربع عشرة الأعضاء في الأمم المتحدة الرؤية العربية الفلسطينية، ورفض مندوبو روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وغيرهم الإجراءات الأمريكية، واعتبرتها باطلة طالما أنها لم تستند إلى مصالح جميع الأطراف. هكذا اختارت الولايات المتحدة أن تكون في ركن الزاوية ذات مواقف مرفوضة دولياً ولا يمكن التعويل عليها في دور الوساطة، وتم وأد قرارها بشأن القدس في لحظة مهده.